السلام عليكم. اليوم راح نقدم لكم توب 10 ألعاب طاقم ترو جيمينج يتمنى وجودها في E3. يعني أي لعبة حتى لو ما طلعها إعلان رسمي أو إشاعات حنا نتمنى تكون موجودة في E3. والحين خلونا نبدأ. في المركز العاشر معنا لعبة Shadow of the Tomb Raider. فعليا ما في خبر رسمي عنها، لكن اللي سمعناه أن في شخص من موقع تواصل اجتماعي ردت شاف أشخاص من شركة سكوير إنكس في القطار، وهو تلقف على كلامه وفتح اللابتوب حقهم وشاف فيه سلايدات باسم Shadow of the Tomb Raider، واللي نتوقع أنها راح تكون أحداثها مباشرة مع الجزء الأخير اللي نزل اللي هو Rise of the Tomb Raider، وراح يأخذ لارا في مغامرة خطيرة مليانة شر وظلام من الاسم حقها. في المركز التاسع معنا لعبة Dragon Age. طبعا سلسلة الRPG الأمريكية المشهورة Dragon Age دائما كل جزء يتغير طريقة لعب فيها. الجزء الأول كانت أشبه بطريقة لعب ديابلو، والثاني صار قريب من ألعاب Dynasty Warriors، والأخير صار قريب من ألعاب Lord of the Rings والألعاب الRPG اللي يكون تختار شخص واحد تلعب فيه وباقي الكاركترز ما تلعب فيه وما تحكم فيهم، أو خلينا نقول مثلا Final Fantasy أتوقع. فهل تتغير، هل بيتغير طريقة اللعب في الجزء الرابع أو الخامس؟ صار رابع أول ثاني ثالث رابع خامس، ما ضيعت من أسامي. هل بيكون في تغيير في الجزء الجديد ولا لا؟ نشوف، بس أتوقع بيصير قريب من أسلوب ماس افكت، لان خصوصا من EA وما جرب هذا الاسلوب بالعاب دراجون ايج وحسه ينفع. في مركز الثامن معنا لعبه بياند جود اند ايفل 2. هذه اللعبه تعتبر اكثر لعبه مطلوبه من يوبي سوفت، ونزل منها جزء واحد وريماستر واحد، وتعتبر من افضل العاب البلاتفورم المغامره من ناحيه القصه، تقديم الشخصيات والجيم بلاي. وقبل كذا شفنا اعلان لها فيديو زي ما تشوفون قدامكم، لكن بعدها والاخبار وقفت ماتت ما في اي شيء. وبعد سنين فجأة طلع رسمة فنية، وبعدين الناس شكوا في الموضوع، قالوا ايش الرسمة هذه، مستغربين منها، لين ما قالوا رسميا انها من الجزء الثاني من اللعبة وراح تكون حصرية جهاز نينتندو سويتش، وشكلها ما راح نشوفها في E3 هالسنة، يمكن تكون في Gamescom، لكن نتمنى ونتأمل انها نشوفها في E3 ان يوبيسوفت يفاجئونا فيها. في المركز السابع معنا لعبة Skies of Arcadia 2. سكايز اوف اركاديا تعتبر واحدة من افضل العاب الRPG على الاطلاق من ناحية الحوارات والقصة والجيم بلاي، مع ان ما كان فيها تمثيل صوتي في الكلام، لكن ما يمنع انك تعرف مشاعر الشخصيات لما يتكلمون. ونزل على جهاز دريم كاست اول مرة، وبعد كذا نزل على جهاز الجيم كيوب، ونتمنى ونأمل لكل جديد نشوفه اخيرا بعد طول انتظار. في المركز السادس معانا لعبة ديفل ماكراي 5، او يمكن اسم ثاني بكلها DMC 5، كل شيء غيرون كابكم على كيفهم. مين منا ما يعرف السلسلة هذه؟ ديفل ماكراي الشهيرة، الأسطورة دانتي، أحسن شخصية تقريبا بألعاب المغامرات والألعاب اللي زي كذا نظامها. وآخر جزء كان خيبة أمل عشاقه، لأنه غيروا تصميم الشخصية من دانتي شخص الكول الرهيب إلى شخص متسكع من بريطانيا، هذول البانكس يسمونهم. ونتمنى أن يرجعون لنا دانتي القديم اللي تعودنا عليه وحبيناه. والجزء الخامس في إشاعات تقول أنه بيكون احتمال عن فيرجل أخو دانتي، فما في غير ننتظر نشوف إيش كابكوم بتطلع لنا. في المركز الخامس معانا هيلو 6. سلسلة هيلو تعتبر واحدة من أكثر السلاسل المشهورة في ألعاب التصويب، ولا شك أن الكثير من الناس اشتروا جهاز الأكس بوكس الأول الأسود الكبير عشان، وبعدها تعودنا من مايكروسوفت كل فترة يزون جزء جديد على 360 والأكس بوكس 1 زي ما شفنا آخر جزء لها، وآخر جزء نزل وكان له نجاح كبير واخذ تقييم عالية وجوائز متعددة من مواقع مشهورة. ونتمنى ونأمل أن الجزء السادس يكون أفضل وسلسلة ترتقي أكثر ويكون حماس أكثر والمالتي بلاير يطورون أحسن من كذا. والمركز الرابع معانا لعبة بلاد بون 2. لعبة بلاد بون فاجأتنا أنها كانت مختلفة عن سلسلة دارك سولز من ناحية اللعب، لكن الاختلاف في التصميم والمظهر العام ما كان مختلف كثير عنها، حتى حطتنا إحساس أن احنا نلعب دارك سولز بأسلوب ثاني، لكن لعبة بلاد بون قدرت أن تثبت أنها لعبة مستقلة وتركز أكثر على عامل الهجوم، بحيث ما كان في دروع كثير، اتوقع كان في درع واحد في اللعبه للصد، وما اعتقد احد كان يستخدمه من الاساس، لان اللعبه تخليك اذا انت نقص دمك لازم تهجم على العدو بحيث انه يتعبى دمك، لكن لو تظلت فتره وقاعد تصد دمك اللي راح ما راح يرجع لك، وهذا شيء يخليك غصبا عنك دائما تهجم وما توقف، تركز اكثر على الهجوم اكثر من الدفاع. والقصه كانت ممتازه، ونتمنى ونامل نشوف الجزء الجديد يكون 60 اطار في الثانيه عكس ال 30 اطار في الثانيه اللي لعبناها بلاد بون 1. والمركز الثالث معانا لعبة هاف لايف 3. طبعا
اي فيديو في التاريخ حق اليوتيوب بتشوفون ان العاب يتمنون الناس تطلع لازم اللعبة تكون موجودة. وهذه اللعبة صارت مثل حلم ابليس في الجنة، يعني من كثر ما انا شخصيا انتظرتها مات حماسي لها، لكن تظل تعتبر واحدة من اكثر الالعاب المنتظرة، عشان كذا حطيناها لكم في اللستة هذه. وسلسلة هاف لايف وضعت اسس كثيرة لالعاب التصويب، فنتمنى نشوف جزء جديد لها يكمل القصة اللي اصلا انا نسيت احداثها ايش كانت. اتذكر ناس معهم شنطة سوداء وفي الماسة مش عارف ايش، بعنده خلوا لك لعبة بورتل 2. وبالحديث عن لعبة بورتل، شخصيا اتمنى ان نشوف بورتل 3 بدالها ولا اشوف هاف لايف 3، لان خلاص مات الحماس لها. المركز الثاني معانا لعبة مترويد. لعبة مترويد تعتبر هي اللعبة اللي وضعت اسس في العاب الاستكشاف، واللي عرفت لاحقا بمترويدفانيا. واخر جزء لها كان ممتاز جدا، وكان من تطوير تيم نينجا. نأمل نشوف لها حضور في المعرض في أي شكل من الأشكال، يا الأسلوب الكلاسيكي اللي تعودنا عليه أو أسلوب برايم اللي حبيناه. لكن شخصيا أتمنى تكون مثل آخر لعبة نزلت اللي هي خلطت أسلوب اللعب الكلاسيكي مع برايم، فكانت ممتازة جدا واستمتعت فيها. أهم شيء ما نشوف الأسلوب، أو خلينا نقول أسلوب نتندو الرخيص، أنها تبيع اسم مترويد على لعبة مترويد فيدريشن اللي ما أخذ من شراها أصلا. وفي المركز الأول معانا لعبة جراند ثيفت أوتو 6. سلسلة جراند أو جي تي اي، حنا المتعارف عندنا هي جراند، هي اللي اخترعت أسلوب ألعاب سرقة السيارات. وبدايتها كانت تركز فقط على سرقة السيارات أكثر من مهمات، لكن مع ظهور الجزء الثالث غير مفهم اللعبة كليا، وأصبحت عالم مفتوح أو مثل ما هو متعارف ساند بوكس. والجزء الخامس كان ممتاز جدا من ناحية تقديم الشخصيات والقصة والرسوم والجيم بلاي، وأيضا طور اللعبة الجماعي عليه إقبال كبير إلى الآن، وألاف من الناس تلعبه، ويمكن حتى ملايين يلعبونه. ونتمنى يكون في الجزء السادس أو جراند ثيفت أوتو 6 نفس أسلوب اللعب الخامس اللي عجبنا صراحة. وأتمنى أيضا أن يزدون مهمات والقصة يغيرونها ويحطوا يجيبون شخصيات جديدة مثل الرهيبين اللي كانوا في الجزء السادس. وهذه كانت اللستة لحلقة اليوم اللي خاصة بيثير زي ما شفتوا. أتمنى تكون عجبتكم، وعطونا رأيكم باللي اخترناه، وقولوا لنا إذا في ألعاب أنتم تبون أيضا تتمنونها تكون موجودة في المعرض ما ذكرناها في الفيديو، وسامحونا على القصور. وهذا الفيديو قررناه لما اخترنا تصويت بين طاقم ترو جيمينج، يعني مو كل واحد اختار لعبة، يعني مثلا أنا شخصيا في ألعاب ما أبغى تكون هنا، محمد ما يبغى يكون لعبة هنا، بس مع الإجماع كله طلعنا هذه القائمة لكم وحطيناها لكم. ولا تنسون ايضا تتابعونا في E3، راح اغطي لكم المعرض كله على تويتر، تويتري انا، تويتر محمد، تويتر عمران، تويتر احمد مصطفى، كل تويتراتنا تكون موجوده فيها. حتى تويتر مبارك برضه ما راح يقصر معنا، بيغطي علينا. وايضا الموقع راح نكون تغطيه يوميه لكم، وراح نقدم لكم ايضا تغطيه لايف كل يوم، وبنضبطكم ونخليكم تستانسون. فاعملوا اشتراك اذا ما عملتوا اشتراك، وسووا لايك للفيديو اذا عجبكم، وشاركوا مع اصحابكم وخبرهم عنا، قولوا ترو جيمنج بيسوون تغطيه E3 احسن تغطيه. يعطيكم العافية، كمعكم فهد الشيحة، مع السلامة.